أنا منقبة تقريبا صار لي سنتين ايه تزوجت. حاليا في مشاكل كثيرة بيني وبين زوجي. أحد المشاكل أنه يعني نقاب الحمد لله زين، لكن عيني تكون مفتوحة، يعني طالعة عين العين، يعني هو يقول أنه لازم عين فقط واحدة تطلع أو أرتدي نقاب اللي تتغطى العينتين تماما. وبسبب أنه أنا لازم عين واحدة تطلع؟ يعني نعم المشكلة لازم عين واحدة تطلع؟ لا، ممكن العينين تظهران إذا لم تكن فتنة، يعني الأمر سهل. ما أطلع أي شيء زائد ولا أحط أي مكياج، مجرد أحط نعم مجرد يعني أطلع عينتي عيناي للنظر فقط. طيب لا بأس أن تطلع عينيك للنظر، ما له هكذا شديد؟ أبلغي السلام وقولي له يتق الله. أنه يا أما يعني أغطي عيناي تماما، وأيضا أنه كيف يعني تمشينا كيف تغطي عيناك؟ ما هو يريد أنه أعطي موبايلي يفتش على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنه ماكو أي شيء، لكن هو يحب يفتش. لا يجوز له ذلك، هذا لا يجوز له. قولي له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. أقول لا، قال الله تعالى ولا تجسسوا. يا شيخ يعني أي شيخ أقول له أي شيء أسمعه يقول لي لا. طيب ماذا أصنع وكذا؟ الله يغفر لني ولك وله. يعني هو عاقل سوي أو ماذا؟ الله يهديه. بس الله الله يهديه. لكن هو ما يسمع أبدا. أبلغي السلام وقولي له اتق الله في نفسك وفي المسلمين. السلام عليكم.